الأخ المحترم، فيما يخص محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، فنحن نتمم المجهودات الجبارة التي قامت بها وزارة الداخلية، وذلك بإعلانها عن إغلاق جميع المقرات ذات المعاملات الثانوية تحسبا ومن باب الاحتراز لانتشار هذا الوباء الخطير. فنحن مع هذا القرار، ونحن رئيس النسيج الجمعوي لجمعيات المجتمع المدني وكذلك رئيس نادي الفجر الحسني لكرة الحديدية، قررنا إغلاق النادي لمدة 14 يوما تماشيا مع توجهات الحكومة بصفة عامة وعلى الخصوص وزارة الداخلية، وكذلك جمدنا الأنشطة الاجتماعية والتربوية للنسيج الجمعوي دائما في هذا المضمار تماشيا مع القرارات الحكومية. وعلى الجميع أن يعلم أننا علينا أن نقوم كرجل واحد تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لمحاربة انتشار هذا الوباء. هذا ابتلاء من عند الله، علينا محاربته والاحتياط له والحزم وأخذ المبادرات بجدية، وذلك يتجلى في عدم التجمهر، في عدم التجمهر وعدم ملامسة الآخر والبقاء إن دعت الضرورة في المنازل حتى يمر هذا الوباء بسلام. كنحييو جريدة أحدث أنفو على التغطية والتوعية للمواطن المغربي اللي حاليا بدا كينتشر هذا الوباء، ولله الحمد المواطن المغربي بدا كيوعى، وكنشكروا وزارة الداخلية على التفاعل ديالها وبالخصوص بمنطقة الحي الحسني. كنحيوا السيد العامل على القرارات الصارمة لتوعية المواطنين ومراقبة الأسعار، كما نشكر السد العالية بالله اللي دار واحد الصندوق ديال الدعم لهاد الوباء هذا، وكنحييو جميع كل اللي غيساهم في توعية المواطنين لا من قريب ولا من بعيد. وعندي واحد الرسالة لبعض الإخوان سامحهم الله وبعض الجرائد الإلكترونية اللي كيروجوا على الإخوان ديالنا مغاربة العالم، على الأفراد الجالية المقيمة بالدول الأوروبية أو الدول اللي تصابت بهذا الوباء هذا. نحن نستنكر كأفراد جالية مغربية مقيمة بإيطاليا، وعبد ربيه مقيم بإيطاليا وعندنا وليداتنا في إيطاليا، وكان من الإخوان ديالنا كان بعض الخراجات اللي غير مسؤولة، كما نحمل المسؤولية المنابر الإعلامية الأبواق المأجورة باش ما تبقاش تقدف الإخوان ديالنا في الدول المهجرة. تحية ملكية دائما وأبدا تحت شعار الله الوطن الملك. نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطائه الأوامر السامية من أجل إحداث صندوق للدعم ومواجهة فيروس كورونا. هذا المبلغ الكبير الذي خصص من أجل إحداث وشراء وتوفير الوسائل والآليات في مواجهة هذا الفيروس صراحة ترك ارتياحا لكل مواطنين المغاربة سواء داخل أو خارج أرض الوطن. كما نشكر وزارة الداخلية التي تسهر الليل نهار من أجل إحداث وإصدار قوانين تتعلق بسلامة المواطن. بالإضافة إلى ذلك، ما لاحظناه اليوم على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني وتواجد السيدة عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني مع الساكنة، حيث أننا كنا مع لجنة تتعلق بمراقبة الأسعار طوال هذا الصباح، وفعلا تركت ارتياح من طرف ساكنة عمالة مقاطعة الحي الحسني، الشيء الذي جعل
كل المواطنين يواجهون هذا الوباء ويواجهون هذه المشاكل وقلبهم مرتاح من جهة المسؤولين. شكرا جزيلا.